بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! هنبدا معاكم جولتنا الرياضيه بالتعادل السلبي لفريق الزمالك مع فريق سجرادا الانجولي في المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهره الدولي في الجوله الاخيره لمباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. وبكده بينهي الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق اي انتصار. اقتنص فريق النجم الساحلي التونسي فوز صعب على فريق جوانينج جالاكسي البتسواني بنتيجه 3-2 في المباراه اللي جمعتهم على الملعب الاولمبي بسوسه، وده كانت في الجوله السادسه والاخيره عن المجموعه الثالثه من مرحله مجموعات دوري ابطال افريقيا، ورفع النجم الساحلي رصيده للنقطه السادسه في المركز الثالث، وقف رصيد جوانينج جالاكسي البتسواني عند نقطه واحده في المركز الرابع والاخير. كمان شهدت تدريبات تفريق النادي الاهلي اللي اتلعبت امبارح على ملعب مختار التتش في الجزيره شهادات انتظام اللاعبين الدوليين بعد المشاركه في الجوله الاخيره من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، وحرص الجهاز الفني للاهلي على الاطمئنان على اللاعبين الدوليين قبل الانتظام في التدريبات استعدادا لمواجهه الهلال السوداني بكره في الجوله الاخيره من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. فاز فريق سيدات كرة اليد في النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 51-21 ده في الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز للموسم المحلي 2021-2022، وهتتلعب الجولة الثامنة يوم الجمعة الجاية بلقاءات هتجمع بين الأهلي مع الطيران والجزيرة مع الزمالك والشمس مع سبورتينج. أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2022 عن مجموعات قوية بين المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، وجت مجموعات مونديال 2022 وهنبدأ بالمجموعة الأولى اللي بتتكون من قطر وهولندا والسنغال والأكوادور، المجموعة الثانية إنجلترا وأمريكا وإيران والمنتخب المتأهل من الملحق الأوروبي، المجموعة الثالثة هتكون الأرجنتين مع المكسيك وبولندا السعودية، المجموعة الرابعة فرنسا والدنمارك وتونس والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الآسيوي الأمريكي الجنوبي، المجموعة الخامسة إسبانيا وألمانيا واليابان والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني، وكمان المجموعة السادسة هتكون من بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا، المجموعة السابعة البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون، المجموعة الثامنة البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا. أكد السويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نسخة كأس العالم 2022 في قطر هتكون النسخة الأجمل والأحسن على تاريخ البطولة اللي بدأت من 1930، وقال إنفانتينو في كلمة خلال حفلة قرعة كأس العالم أن العالم منقسم ونحن نحتاج لمثل هذه اللحظات لنتوحد مع بعضنا البعض. وبكده خلصت جولتنا الرياضية محليا وعالميا، هنرجع مرة تانية لمحمد وبسنت علشان يكملوا معاكم فقرات صباحية مصر. بنشكرك دينا، شكرا جزيلا.